اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى الذين هم تحت الكتاب
السلام علیک یا من اختار اللہ ان اللہ یقرؤک السلام و یصدک بالتحیات و الاکرام و یقول لک و عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا منہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم و محبتکم وقد اذن لي ان ادخل معكم فهل تاذن لي يا رسول الله وقال له نعم قد اذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لابي ان الله قد اوحى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد الذي بعثني بالحق نبيا واستقاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل آل الأرض وفيه جمع من سيادنا ومريدنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله خذنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فاض وسويد ورب الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومريدنا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال علي علیہ السلام اذن اللہ خذنا وسویدنا وكذلك شیعتنا فاض وسوید فی الدنیا والآخرة ورب الکعبة اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب صدق قلبی محمد محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج و آل جہاں بنتر پاک خالق مالک سارے بار میں آ کے امام زمانہ بادشاہ کو ضرور جان مولانا نے اپنا اوردار انتار چھما اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج صلی اللہ